موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وفي سياق الحدث الاقتصادي الذي تحتضنه الجزائر، تتواصل بقصر المعارض بالصنوبر البحري فعاليات الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي. موعد اقتصادي هام وفرصة سنوية للترويج للعلامة الجزائرية ودعم الشراكات وتشجيع المؤسسات الصناعية على مواكبة تطورات التكنولوجيا تحقيقاً للتنافسية وافتكاك مكانة في الأسواق الخارجية. المعرض الذي يحمل شعار الجزائر رؤية وآفاق جديدة يدوم لغاية 25 من الشهر الجاري بمشاركة أزيد من 600 مؤسسة وطنية وأجنبية من 30 دولة من بينها إيطاليا ضيف شرف الطبعة. هذا وتفتتح اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري أشغال منتدى الاستثمار والتصدير. المنتدى يجمع متعاملين اقتصاديين وطنيين وأجانب، ويشكل سانحة للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة وأفاق التصدير في إطار منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية. في خبر أليم، توفي اليوم 6 أشخاص إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 55 في شطره الرابط بين قرية سيليسكن وبلدية أبلسة بولاية تمنغاست. إن لله وإنا إليه راجعون. في النشاط البرلماني، يعقد المجلس الشعبي الوطني في هذه الأثناء جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة تخص قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفلاحة والتنمية الريفية والري. كان 3.5 مليون عائلة كان عندها اشتراك بالإنترنت الثابت في بداية 2020. الحمد لله اليوم تجاوزنا 5 ملايين عائلة عندها اشتراك بالانترنت الثابت. مخطط عمل القطاع ومخطط عمل الحكومه سطر هدف استراتيجي اللي هو الوصول الى حوالي 6 ملايين بيت، 6 ملايين عائله تكون عندها الانترنت الثابت عبر التراب الوطني مع نهايه 2024. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين مساء امس في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني استهدف مركبه فلسطينيه في مدينه جنين شمال الضفه الغربيه، كما استشهد شاب فلسطيني اخر امس متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، واصيب 12 اخرون شمال شرق رام الله، وكان قد اصيب 5 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين على بلده عريف جنوب مدينه نابلس شمال الضفه الغربيه. في الصين، ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار وقع في مطعم شواء بمدينة يانشوان إلى 31 قتيلا و9 جرحى في حالة صحية حرجة، وأرجعت السلطات سبب الانفجار إلى تسرب غاز البترول. ختاما، وفي أخبار الرياضة، يحتضن اليوم ملعب ميلود هدفي بوهران نهائي النسخة 56 لكأس الجمهورية بين شباب الوزداد وجمعية أولمبي شلف. مواجهة يسعى من خلالها الشباب للدفاع عن لقبه، ويطمح الأولمبي لافتكاك لقبه الثاني في منافسة السيدة الكأس. ختام الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.